ازيك يا فندم، عامله ايه؟ اهلا. وانت قدرت معاكي نسخه مفتاح؟ معايا نسخه مفتاح، ابني عمله لي. في حاجه؟ لا والله مش قصدي، بس يعني انا مستغربه ان حسام ما قاليش حاجه. يعني ليه؟ ان شاء الله يا حبيبتي. كان هيستاذن منك ولا ايه عشان يديني المفتاح ده؟ بتبني ادخل واطلع زي ما انا عايز. وبعدين ايه الريحه اللي تقرف دي؟ انت مش منظفه ولا ايه؟ لا والله لسه مسحه. مسحه ايه ده؟ ريحه مقرفه خالص، زفاره وقرف. ايه القرف اللي انت فيه ده؟ والله العظيم يا طنط لسه مسحه. مسحه؟ مسحه بايه انت اصلا؟ ديتول والله يا طنط. ديتول؟ ده انت لو مسحتي بفنيك ولا بمعطر كانت الريحه تبقى حلوه شويه. قال لي ايه؟ بتمسحي كده وتلوطي ليه بقى؟ عشان امك مسلطاك لي قرف ابني في عيشته. ما انت عايزه بقى دلوقتي وهو جاي من الشغل كده تعبان وشقيان يجي يلاقي ريحه الزفار اللي انت مزفره له البيت بيها. عايزه تنكدي على ابني. انت مصلحتك انت وامك تنكدي على ابني، منك لله انت وهو انت وامك. انا والله العظيم ابدا يا طنط. طنط لما تنططي هي كلمة ماما تقيلة على لسانك ولا امك موصياك تنكدي عليا وتنكدي على ابنك؟ لا يا حبيبتي، ده انا قاعدة على قلبك كده انت وامك. مش هسيب ابدا ابني تنكدوا عليه انت وامك ابدا. والله العظيم يا ماما، على فكرة ماما مظلومة جدا. انا ماما عمرها ما سلطتني على حسام ولا اي حاجة، بالعكس دي بتحبه جدا. مظلومة؟ لا باين عليك. يلا يا حبيبتي كده قدامي عشان نشوف بقية تنظيف الشقة. هي دي بقى ان شاء الله النظافة اللي انت بتتكلمي عليها. ايه ده بقى ان شاء الله كده؟ ايه دوت؟ ايه ده؟ كل دي النظافة؟ لما بنيجي كده دلوقتي شيال يا حبيبتي ولاقي كده النظافة، هي دي النظافة يا حبيبتي اللي امك مسلطاكي عليها ان انت تقرفي ابني وتعجنيني على طول عشان يجي بعد الشقة ده كله يجي يلاقي القرف ده كله. يلا يا حبيبتي بقى اكري كده، جيبي لي المقشة ونقعد فوق دماغك لحد ما اشوف النظافة اللي على حق ده. بص التراب، ايه ما فيكيش نظر؟ ما فيكيش عينين تشوف؟ يلا يا اختي قرضينا بالهم والهم مش راضي بينا. ازيك يا ام منوره؟ الله يسلمك يا حبيبي. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ انت بالك خاسس كده ليه وعدمان؟ لا انا تمام يا ماما، مش خاسس. هي البت دي ما بتاكلكش ولا ايه؟ لا بناكل والله يا ماما. في ايه؟ بتاكل ازاي؟ انت عدمت؟ لا يا ماما خالص والله العظيم يا ماما. يا ابني ده انت حالك ولا ايه؟ يزعل على الكافر. الله يسلمك يا ماما. انت ما بتاكلوش ولا ايه؟ لا والله يا ماما بنعمل اكل على فكره وبناكل عادي. ده لما كان معايا كان وشه منور كده زي البدر، ايه اللي حصل؟ لا يا ماما والله العظيم انا تمام وباكل ومهتم بصحتي ونقعد معايا، يعني مفيش مشكله خالص. معلش بس حسام انا عليك بس دي. عايزه ليه يا اختي؟ عايزه تسلطي ولا ايه؟ عايزه تحقني بكلمتين امك قالتهم لك؟ لا يا ماما والله انا عايزاه بس عادي. قوم شوف عايزاك ليه؟ اصل اتقهرت قوي لما خدت دخلت الباب وكان معايا المفاتيح. يعني الباب عشان خاطر امال ايه؟ عشان انت اديتني النسخه. اصل انا بقى الام العداوه، الام اللي دايما بنقعد كده على ليه؟ معلش يا ام، بس هو شوفها ما اجيلك تاني. ماشي صلاتي يا اختي كويس، صلاتي. ادينا يا ست لوحدنا اهو تتكلمي. بقول لك يا حسين، دلوقتي انا كنت قاعده في امان الله لقيت امك داخله عليا وبتفتح الباب من غير استئذان. نعم، يعني من غير استئذان؟ هي امها هتستأذنك ولا ايه؟ انت اتجننتي؟ انت في بيت عيله يا حبيبتي، وانا متجوزك. قبل الجواز قايل لك الشروط دي، هنتجوز في بيت عيله، جاي دلوقتي يعني تشتكي؟ وبعدين هتستأذنك ليه يعني؟ انت مين عشان تستأذنك؟ اتجننتي؟ نسيتي لا يا امي ولا ايه؟ يا حسام انت بتقولي على فكره انا مراتك، يعني المفروض برضه ليا خصوصيات على فكره، ازاي اي حد كده يخش ويفتح عليا الباب؟ بصي يا بنت الناس، عودي نفسك على كده. امي تعمل اللي هي عاوزاه، فهمتي؟ هو ايه حسام اللي تعمل اللي هي عاوزاه؟ على فكره انا مراتك، يعني المفروض اصلا يبقى ليها خصوصيات، مش اي حد كده يخش ويفتح الباب عليا. خلصت كلامك ولا لسه عندك كلام تاني؟ لا خلصت يا حسام. طب يلا قومي اعملي الاكل. قومي انت هتبصي لي. خدي يا بنت، انت بتعملي ايه؟ بعمل الاكل يا ماما. بتعملي الاكل؟ بتعملي الاكل بالزيت؟ ايوه يا ماما عشان يبقى خفيف على معده حسام. قولي لي كده، خفيف على معده حسام؟ حسام اللي انت مقدتيه وخليتي وشه قد كده؟ عشان كده الواد تعبان وخاسس. ابني ما كانش بياكل من ايدي الا بالسمنه البلدي، دلوقتي بتعملي له بالزيت؟ ليه؟ اهلك معودينك يا حبيبتي ان انت تطبخي بالزيت؟ احنا ما عندناش الكلام ده. روحي يلا يا حبيبتي اطبخي بالسمنه اللي عندك. ماشي. اجري يا اختي. ايه ماما؟ ايه يا اختي، احنا هنقضيها ان شاء الله راجل كده في اليوم، ما تقومي تشوفي البيت. في ماما مال البيت؟ ما كل شويه ابني يتعب ويشقى ويجيب لك فلوس بقى. هات يا حسام رصيد، هات يا حسام رصيد وتكلمي امك. مش ده اللي انت فاتحه فيه؟ هو في ايه يا ماما؟ ده انا يا دوب بس لسه بكلمك، ما كملتش دقيقه واحده. ما انا عارفه ان دقيقه واحده. طب يلا يا حبيبتي بقى قفلي مع عمك عشان نقوم نغسل السجاجيد بتاع بنتي وننشرهم على السطح. وانا مالي يا ماما ومالي سجاد بنتك؟ على فكره هي اللي تغسله مش انا. ليه يا حبيبتي؟ ناقصه ايد ولا ناقصه رجل؟
وبعدين انت خايفة على نفسك قوي كده ليه؟ ده انت حتى يا حاصرة مش حامل ولا حاجة ومعطلة ابني ولا عارفة تجيبي له حتى بنت ولا ولد. طب ليه يا ماما بتقولي كده؟ على فكرة دي حاجة بإرادة ربنا مش بإيدي أنا. ما أنا عارفة إن هي إرادة ربنا، بس خدي في بالك بقى لو محملتيش بسرعة وجبتي لابني حاجة تفرح قلبه أنا هجوزه بنت خالته وهجيبها لك هنا فوق دماغك يا حبيبتي. خلصي بقى بسرعة وتعالي ورايا عشان نغسل السجاجين. انت يا بت وانت يا بت قومي عشان تسليني، قومي اقعدي معايا. يا ماما انا تعبانه يا ماما، نغسل السجاجين سيبيني ارتاح شويه انا تعبانه. تعبانه من ايه؟ ومفيش حد بيغسل السجاجين الا انت. قومي يلا اقعدي معايا سليني يا ماما. وانا انا جوزي يا ماما، تسيبيني يا ماما. ايه في ايه صوتكم عالي كده ليه؟ في ايه مالكم؟ بقول لها قومي اقعدي معايا سليني، طول النهار كنت بغسل السجاجيد وحيلي مهدود، جايه دلوقتي اقعد معاها واقول لها قومي سليني، بتقول لي لا وبتتنطط على قلبي. يا حسام والله العظيم ابدا، انا غسلت معاها كتير قوي وتعبانه. غسلتي انت هتستعبطي؟ استنى يا دوبك بس نشرت معايا. هي عشان بتعملكي زي بنتها وتقول لك اقعدي معايا هتتنكي عليها؟ هو في ايمان؟ مش عارفه ايه، ما اتنكتش، انا بقول لها تعبانه. يعني ايه تعبانه؟ يعني القعده معاها هتحبك اكتر؟ في ايمان؟ احنا على التلفزيون وهنتسلى مع بعض. عادي يا ام، ما تقعديش معاه. قومي قومي من قدام، قومي ما تقعديش معانا. ايه القرف ده؟ يا حسام عامل ايه؟ يا ماما بقى مراتك اللي هي الكلام اللي بتقوله ده حقيقي؟ كلام ايه؟ كلام بتقول لك حسام ورا معطلني ومش بيخلف وروحي على الجبنه. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ايوه الكلام ده لسه عارفاه. ايه بقى حكايتك بقى بالظبط؟ ده خد على امك؟ مفيش الكلام ده خالص. انا الحمد لله. بتقول الكلام ده ليه؟ هي اتجرأت تقول لك كده اصلا؟ ايوه هي قايله لي بتشتكي على طول وفطحانه في كل حته. يعني انا ما اشتكيتش من حاجه مثلا كنا العيب فيها جايه تقول عليها كده؟ طب هو العيب منك ولا منها؟ مفيش عيب فيا والله العظيم، وعامل التحليل كله تمام. يعني ازاي تقول كده اصلا حتى لو فيا؟ وانت متجوز بقالك قد ايه؟ انت ما كملتش سنه. طب ماشي يا امي، دي حاجه بتاعت ربنا، بس انا الحمد لله مطمن على نفسي مره واتنين في كذا. ماما بتقولي ليه كده بقى؟ بقول لها يلا تعالى نروح نغسل السجاجيد انا وانتي. بقول لها انت مالك تعبانه ليه؟ مش عايزه تقومي تساعديني؟ راحت قالت لي لا ده انا تعبانه ومش عايزه اعمل مجهود. وبقول لها ليه وانت حامل؟ راحت قالت لي لا مش حامل، ده العيب من ابنك. بجد؟ وقالت لي بقى الكلمتين دول. طب خلاص بقى اتصرف معاها شويه، هتعمل ايه؟ لا 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 ابدا، والنبي ما انت قايل. طب ازاي يا امي؟ تزعل امك يعني تحرجني؟ طب يعني احرجك؟ طب ما انا برضو الكلام ده ما ينفعش يتقال يا امي. لا ما ينفعش، لا لا لا، حتى لو هي بتغلط احنا مش هنغلط. ما هو ما ينفعش برضو اسكت على حاجه زي دي. لا لا عشان خاطر انا بسمع بس واتاكد منك عشان برضو بعد كده ابقى فاهمه وراسم الرجل. تمام يا امي، ماشي يا امي. فاهمني؟ ولا تكلمها ولا تزعلها، احنا برضو محترمين وما بنزعلش حد. ماشي يا امي، حاضر. ماشي؟ انت يا زفت الطين. نعم يا ماما. في ايه يا ماما؟ نعم يا ماما. يا ماما اعمل ايه بماما دي يا حبيبتي؟ الساعه 6 المغرب يا ماما. معلش تعبانه، عندي مغص والله مش قادره. مغص ليه؟ ما تكونيش فاكره نفسك يا حبيبتي انت حامل. لا يا ماما مش حامل، انا كده رحت للدكتور وقال لي ان انا متعطله. متعطله على ايه يا نوح؟ متعطله ازاي؟ متعطله عن الخلف. خلف ازاي بقى؟ فاهمين متعطله؟ يمكن انا السبب في ده ولا ايه؟ فاهمين؟ لا يا حسام طبعا ما حدش قال كده، انا عمري ما اقول كده. ليه ازاي ما تقوليش كده؟ ده ممكن انا السبب عن تاخير الخلفه، ممكن انا اللي بخلفش ومعطلك. ايه ممكن انا؟ ما عشان كده بسالك. بقولك لنفسك يا ماما. لا يا حسام على فكره انت مش معطلني ولا حاجه، هو الدكتور قال لي كده. غريبه يعني، انا سمعت كلامها غير كده. طالما معطلها خليكي يا حبيبتي روحي شوفي نفسك. روحي اتاكدي كده وشوفي واتاكدي كويس بس من مين اللي معطل التاني. بطلي بقى امور البلا اللي انت بتبليه ده كل شويه بلا، وتكلمي امك وتسلطك على اللي انت بتعمليه. ما تعصبيش نفسك يا ام، ما تعصبيش نفسك يا ام، شوفي اللي انت عاوزاه. ما من كتر حزنها معاك خليت وشك بقى قد كده. معلش معلش، شوفي اللي انت عاوزاه يا حبيبتي واعمليه. ومعلش انا عاوز امي بس في كلمتين يعني لو تسمحي. يا ريت بقى تهوني يا حبيبتي. يلا مع السلامه. ايه يا ام في ايه اللي اتكسر ده؟ ملم يا ابني الازاز اللي اتكسر ده، ما كل شويه اتكسر لي كوبايه طبق. عادي بقى، ما عايزه تخرب البيت. ازاي يعني تكسرها وما تلمهاش؟ ما اعرفش يا ابني بقى، عايزانا اتعور واعدي عليها من غير ما اخد بالي، ولا انت وانت جاي من الشغل تدوس عليها؟ ما اعرفش يا ابني، الله اعلم باللي في النيه. بص يا ام انا سمعت كلامك كتير، بس اقسم بالله ما هسيبها بعد كده. بوظت التليفون بتاعك وغرقته في الميه. بس هينزل ازاي في الميه؟ ازرق
يا حسن انا كنت جوه وانت عملت حاجه. حرام عليكي ما تهناش بيه منك يا شيخ. ما حصلش. حرام عليك يا شيخ ده لسه جاي. امال دي مين اللي جاب الميه المسيح هنا؟ امي. انت عاوزه مني؟ انا جبتها بعد كده دخلت. انت عاوزه مني؟ انا زهقت بقى منك خلاص. زهقت منك بجد. انا قرفت منك. بقول لك ايه؟ لم هدومك وروح عند امك. يلا يلا غور من قدامي غور من قدامي. اه صح. بقول لك على فكره انا كنت همشي اصلا من قبل ما انت تتكلم تمام، عشان زهقت منك ومن عيشتك انت وامك، وكل شويه تكذبوني وكل شويه عمالين تجيبوا لي مشاكل وتقولوا انا بكسر وبعمل، انا ما عملتش اي حاجه. خليك بقى ماشي ورا كلام امك لغايه ما بيتك اتخرب. طب يلا بقى غوري من قدامي من غير صوت. ماشي يا حسام. والمره بقى يا ريت تطلعني عشان زهقت منك ومن العيشه معاك. طب تمام. اول ما توصلي لبيتك يا حبيبتي وريتك توصلي. يلا بقى بالسلامه. مع السلامه يا اختي والقلب ضعيف. بقول لك ايه، ما تزعلش نفسك، انا اتجوزت بنت خالتك. ايوه زي ما بقول لك كده، حاطط لها التليفون في الماي. وراح مزعق لها. الحمد لله خلصنا منها. هي ما كانتش بتعمل ده كله، هي كانت مظلومه البنت. بس انا بقى ايه، حابه بقى ان بنت اختي هي اللي تبقى معايا، على الاقل هتبقى سنداني ومعايا. كملي ياما، كملي المكالمه، كملي. هكلمك بعدين. هكلميها بعدين بعد ما خربت بيت ابنك وكنت بتعملي ده كله عشان اطلع مراتي غلبانه المظلومه. مظلومه ايه؟ ده كانت قالت الاب. حرام عليك يا ام بقى، حرام عليك بجد. يعني انت عشان امي تستغلي دي؟ عشان انا عمري ما هقول لك حاجه غلط تعملي كده معاها؟ ليه يا ماما؟ ليه؟ ما هي كويسه وغلبانه. ليه بتقولي انها غلبانه؟ هي غلبانه يا امي. ده انت حتى في كلامك مع خالتي بتقول لها ايه، دي مظلومه وما بتعملش حاجه، انا بعمل ده كله عشان خاطر هتجوز بنت خالتي. طب انا امي اقسم بجلاله الله ما عمري ما هتجوز بنت خالتي. لا هتجوزها يا حسام عشان كان نفسي فيها. لا مش هتجوزها يا امي، مش هتجوزها ومش همشي ورا كلامك نهائي، عشان انا مشيت ورا كلامك في الغلط فهتخرب بيتي، وانت بتعملي ده كله عشان خاطر بنت خالتي. انا بحب دي واتجوزت دي. يا ابني بقول لك على حاجه، ستر وغطى علينا يا ودي برضه ستر وغطى عليا وبتحبني وانا بحبها. بس انا عايزاها يا حسام. طب اقول لك على حاجه كمان مفاجاه. قول. انا لسه ما طلقتش مراتي. شفت بقى المفاجاه، وهرجع لها وهنقعد انا وهي في شقه لوحدنا، وبرده انت امي وعلى راسي. يا ريت بقى امك. لا انا مش هبيع امي. المراد. لا مش هبيع امي طبعا، بس انا هجيلك وهودك وانت فوق راسي وهجيلك. هتوديني ازاي؟ بنت خالتك اللي كانت هتشيلني لو تعبانه. وبرده دي هتشيلك لو انت تعبانه. بس لا مش هتشيلني، ما تقربليش. لا مش بالقرب والله، مش بالقرب، دي اغلب من الغرب. بس انت تشيليها من دماغك والله العظيم هتبقي كويسه. بس صدقيني اي حد بيمشي ورا كلام امه بالعميان بيخسر بيته. ودي دي دي نصيحه مني برضه للناس، اي حد بيمشي ورا كلام امه بالغلط هيخسر بيته. ايه يا ابني ده يا ابني؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا عشان تعبان. انا تعبان. وقلت يلا اقدم الرساله في نهايه الفيديو. انا اقسم بالله احنا بقالنا حوالي 15 ساعه بنصور. بصوا يا جماعه انا لما انا مش تحجيبه والله ما ادري هم عليك. الساعه 5 الفجر دلوقتي. انا والله الساعه 5 الفجر اقسم بالله. بس عشان بس معلش معلش سامحوه سامحوه. خدنا الرساله في الفيديو في كده. بس هو طبعا انتوا فهمتوا الرساله. بس هو فهمتوا الرساله وكمان ايه، بعد اذنك يا حبيبي انا بصور. فهمتوا الرساله اللي انا عاوزين نوصلها، ان ما تمشيش ورا كلام حد، بلاش تخرب بيتك على بسبب. كمل انت. وانا طالعه ظلمه، انا طالعه ظلمه. بس ما تقولوليش، حاولوا تقولولي ان انت كده كويسه وكان الدور فعلا في حموات بتعمل كده. اكيد اكيد يعني.